Welcome back. Now it's the time to hear Brother Mustafa Ali reciting his beautiful recitation of Surah Al-Isra. Assalamu alaikum, Brother Mustafa. Hope you're well. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, I'm fine, thanks. So you're doing verses 23 to 27? Yes, inshallah. So inshallah, please recite and we'll be seeing you soon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان
كفورا صدق الله العلي العظيم.